تمشي وتصحاب خليك تعيش. ايه يعطيكم الصحة. شوف الوقت شحال راهو، ما بقاش غير نص ساعة. واش حبيتي انا نديرو؟ راه يعاونوني، واحد يقسم الخبز، واحد يجي يدير طباسة، على ما فيهاش عيب. واش فيها؟ إما والله راه مبارك عندك ملي قالوا غدوة رمضان وانت غير الماكلة طيار. كيفاش غير الماكلة؟ هذا النهار الأول الناس طيب، هذا اللحم حلو، هذا الجواز، هذا واش به؟ إما عمك اللي سمعك واش يقول؟ يقول شغل بابا هذا ما واش يوكل فيك عام كامل، تسنى غير هاد الشهر اللي فيه 30 يوم باش تاكلي فيه. ربي عايش باباك يا خي، ويخدم ويجيب لنا وكل يوم احنا نخمو عليك الحاجه اللي تحب نطيبوها لك اخي، ما يخصك والو. صراك تهضر معايا هكذا؟ يما لو كان شفتي واش شفت انايا، كنت طالع في الباطيمة شفت هذيك جارتنا مع ولادها رافدين شكاره ما فيها والو، تفيقي كاع واش كاين فيها. ربي سهل عليهم، وجدهم يبزوا عارفه روحها مش لاحقه عليه تجيب في الدراري. خلاص ما هضرناش. اجا ما هضرتش، تناكم تدخل روحك في الناس، واش دخلنا حنا في الناس؟ كل ورحمة ربي. عندي ما نقول. أيا نوض، وجدوا رواحكم، أيا، وجدوا رواحكم. أيا نوض. وبقى. كيفاش أنت تهضر هكذاك مع يماك؟ هذا ما كان. كيفاش هذا ما كان؟ تاع صح هذا ما كان، كنت تنوض تعاونها تروح تجيب، أي مصباح ما حطتش كاع رجليها ف. واش نعاونها؟ راكم مرض بالماكلة، ما فهمتش أنا واش نقول. ماشي مرض بالماكلة، الماكلة رمضان هذاك هو الواحد ياكل ويشرب والسلام عليكم. صادي ماشي تاكل وتشرب، هذه تاكل وتشرب حتى وين تفلق. يا خويا هي حبة هكذا، هي خليها على قوسطو. بصح هي حبة بصح. هي كبيرة وحبة تاكل. صح خليها تاكل. راجل أنت تقيديها، راهي غير تصرف صرف صرف ومن بعد إلى متى نقعدوا هكذا حنايا؟ رمضان اللي فات، رمضان اللي قبله، نقعدوا غير نرموا. الزبالة تعمرت والجيران كنشوفوا. أنت تهضر معاها ماشي بهذيك لافاسون.